فريق يحترم نفسه، ونادي النصر أحد الفرق التي تحترم جماهيرها وتحترم نفسها، لا يلعب إلا اللاعب الجاهز وعلى رأي المدرب فقط. يعني سعد الحارثي شارك في مباريات من البداية وشارك في بداية في مباريات، يعني هو كأنه يقولنا عملية ضغط. لا لا، إحنا لا نستخدم هذه الأساليب، هذه أساليب غير احترافية ولا تليق بنا كنادي كبير كنادي النصر، ولا بالإداريين الأستاذ عامر السلهام غني عن التعريف وأبو حمد سلمان القريني، يتعاملون بكل احترافية وفي كل ما تعاملهم مخافة الله. بالمناسبة بما أنك تطرقت لموضوع الإداريين، علي معنا إداري من إدارة نادي النصر، هو اللي بيعطينا أكثر تفاصيل أكثر عن الوضع أو تعامل الإدارة النصراوية مع الكابتن خالد راضي في الأيام القادمة واليومين القادمة. ينضم معنا مدير الكرة بنادي النصر الأستاذ سلمان القريني. سلمان مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله سلمان. مساكم الله بالخير. الله تحية لك أستاذ علي وأستاذ بندر وضيوفك الكرام. حياك الله أبو محمد وأبو فارس والمشاهدين الكرام. الله يحييك. طبعا أنا بطبيعتي والله عملية تتداخل بزي مثل الأمور هذه، لكن أنا لاحظ يعني للأسف يعني الآن الوضع يمكن أن الفريق يمر بمرحلة شوي يعني حاسمة وحرجة، في ناس يبدو أنها تستغل الظروف يعني على يعني يمكن على اساس تاخذ على العاطفه والاشياء هذه عشان الجماهير ولا انا صراحه بالصدفه يعني فتحت التلفزيون لاحظت مداخله الاخ عبد العزيز المراسل فيها انفعاليه ويعني وفي تباكي كثير على بالنسبه لموضوع خالد، يعني انه على اساس انها ما تفهم الاداره والاشياء هذه، معليش ترى هذه امور يعني ما نبغى الواحد اصلا يدخل في الامور هذه. موضوع خالد راضي واضح ومنتهي، الأشياء هذه كان فيه اتفاقية فعلا تنتهي يوم 3/5، هذه الاتفاقية عقده يفترض أنه من 5/5 يبدأ من مع نادي النصر، وهذا صار فيه اتفاقية. الملف صار عليه ضجة في البداية يوم قبل دخول 6 أشهر وكل الناس تعلمها والأشياء هذه. طبعا موضوع الرضي لو النصر ما له ثقة ما اتفق معه وجهد معه. بالنسبة لموضوع الكابتن خالد راضي تولى موضوع أحد أعضاء الشرف وصار في اتفاقية وقبل بها الكابتن خالد راضي، يبدو لي الأخ ذي بالدحيم عنده علم بالأمور هذه كلها بالتفاصيل، ومن ضمن الاتفاقية يعني في السيارة هدية من عضو الشرف استلمها الكابتن خالد قبل شهرين فوق 300,000 ريال قيمتها ومعها الآن السيارة، وهذه أشياء أمور لا زال الملف مع عضو الشرف في عملية الأشياء والكلام إنه ما ينفهم الأشياء. طبعا أبو فارس متحدث رسمي باسم النادي، يفترض يعني على أساس أنها عملية الاستغلال الظروف، لأنه إذا سئل عن موضوع يمكن ما يكون عنده المعلومة لأنه يبغى يرجع للإدارة، لأن هذه حاجة، لأن متحدث باسم نادي النصر هذه حاجة تخص إدارة كرة القدم. إذا أن الأخ عبد العزيز المراسل بينتقد الشيء هذا، وفرض أنه يعني أبو فارس يعلق على خبر، لكن عملية التفاصيل طبعا كل هذه الأمور عندنا اللاعبين كلها مجدولة والأشياء هذه. بالنسبة للكابتن خالد راضي أعيد وأكرر أنه فعلا في اتفاقية تنتهي. طيب أبو حمد لحظة شوي، تنتهي كذا والملف متوليه عضو شرف، وهذا واضح للأخ ذي الدحيم وللكابتن خالد، وزي ما قلت لك من ضمن الاتفاقية هدية من عضو الشرف سيارة الشرف. طبعا عملت تدخل الإدارة لو ما لنا رغبة ما عملت الاتفاقية. أبو حمد يعني يوم الخميس آخر يوم يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا سمعت أن برضه الأخ زيد تداخل أمس وتكلم عن عقوبة اتخذت بحق الكابتن محمد السهلاوي، وامس يعني ان ايش نتيجه الشخصيه، واذا كان يفترض انه يفصح عن اسم الشخصيه اللي يحترمها محمد السهلاوي وانه ساكت، كان يفترض انه ويقول لي ان سلمان القريني ما كان معهم في الباص، كل هذه امور يفترض انها. انا لاحظ ان الامور هذه دائما تصير الضجه حول المواضيع اللي يكون فيها الاخ ذيب، وهذه مشكله على طيب. على الاخوان يسوون اسقاطات ويختارون التوقيتات اللي ما لها. نادي النصر كيان ولن يقف على لاعب ولا على اداري ولا على رئيس، هذا نادي كيان كبير، لذلك ارجو انه يعني ما يؤخذ كذا طيب. تداول مواضيع نادي النصر طيب. بالصوره هذه. ابو حمد كويس انك تداخلت معنا اليوم حتى توضح لنا الصوره
وصورة الإدارة النصراوية في تعاملها مع الكابتن خالد راضي. يعني بقى ليوم الخميس ثم يصبح اللاعب حر، يعني تأخرت كثير الإدارة. الملف مستلمع عضو الشرف، وإننا متواصلين مع عضو الشرف على أساس الملف هذا. طيب. متواصلين معه وعنده خبر، وهو يبدو لي الموضوع كامل، ملفه كامل، والتفاهم أصلا تم مباشرة مع عضو الشرف، لأنه هو اللي تدخل، لأن صار ما كان فيه اتفاق في السابق بين الإدارة والكابتن خالد راضي للتوصل لحل يرضي الطرفين، كان فيه التدخل العضو الشرف وتكفل بالأمر، ولذلك من الخطأ أن على أساس أنه لأنه هو اللي أكمل الملف حق الكابتن خالد. الأستاذ سلمان القريني مدير الكرة بنادي النصر، شكرا لك ويعطيك